هذا الفيديو راح اشوفكم بالفاست بيتش كلش حلو هذا البحر. طبعا سجوله هو يبعد عن السنتر تقريبا نص ساعة، تقريبا 8 مايلز فروم ذا سيتي سنتر. طبعا بحر حلو وهادئ، بي كار بارك تقدرون تركون السيارة، شمس اكو هنا، يعني بحر حلو ولطيف انصح بزيارته. لانه اذا تجون نورث ايرلند اللي هو ايرلندا الشمالية فيها اماكن محددة قليلة تزوروها، فمن ضمنهم بالفازو او هذا البحر. حلو البحر، وتعال هذه الجولة خلي اشوفكم حول هذا البحر. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. باي باي. بحر بلفاست، هذا البحر واحد من أهم الأماكن السياحية اللي ممكن تزورها عندما تزور مدينة بلفاست إيرلندا الشمالية. طبعا هو بحر جميل جدا جدا، والماي مالته نظيف ونقي، طبعا بيه موقف سيارات وفري مجاني، وهذا اللي يخلي الناس تجي تزور هذا البحر، لأنه الموقف السيارات يكون مجاني وبنفس الوقت هو مناسب للعوائل. وأيضا مثل ما تعرفون الإنجليز أو الأجانب بالعادة عندهم كلاب، فيقدرون يجيبون الكلاب مالتهم لهذا البحر، مسموح بهذا البحر الكلاب. ولأن موقف السيارات فري وصغير، فإذا ما لقيتوا مكان تباركون السيارة تقدرون تحطون السيارة بالأفرع. وجدا جدا أنصح بزيارة هذا البحر، طبعا للناس أو الأشخاص السائحين راح يتونسون بهذا البحر. وطبعا العنوان راح أحط لكم إياه بالوصف، تقدرون تطلعوه من الوصف. وللي عندهم أطفال راح يتونسون بهذا البحر. طبعا هذا البحر هالقد ما نقي ونظيف أنصح بزيارته، لأنه هذا البحر يختلف عن بلاك بول أو ليفربول، يعني شوية نظيف ونقي. أتمنى أخذتوا فكرة عن هذا البحر وباقي الأماكن السياحية اللي بمدينة بلفاست إيرلندا الشمالية، راح تلقوها بالروابط بالوصف، وراح تلقون موجودة بقناتي أيضاً.